توجيهات رئاسية بالاهتمام بالتنسيق الحضري والاشتراطات البيئية خلال تنفيذ مشروعات الهيئة الهندسية والعمل على تأسيس واقع مصري جديد. الرئيس السيسي يهنئ البابا تودروس الثاني وأقبت مصر بالخارج بعيد القيامة المجيد. مصر تطالب الأطراف السودانية بضبط النفس والقوات المسلحة تنسق مع الخرطوم لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة على أراضيها. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات. هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات سواء في مراحل الدراسة والتخطيط أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضري والاشتراطات البيئية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية لإقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة، بما يحقق أهداف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي طالما عانى منها المواطنون خاصة في المدن والأحياء الرئيسية، وكذلك زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما شهد الاجتماع عرض مشروعات الهيئة الهندسية في إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء، وكذا استعراض الموقف الإنشائي والهندسي للمشروعات في المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات سواء في مراحل الدراسة والتخطيط أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضاري والاشتراطات البيئية، منوها إلى أن العمل الحثيث والدؤوب في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يهدف لتأسيس واقع مصري جديد يمتاز بارتفاع جودة الحياة وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب الرئيس السيسي خلال برقيته عن أطيب التمنيات، داعين الله تعالى أن يعيده على مصر بكل الخير والبركات، وأن يحفظ الوطن وينعم على الشعب وينعم على الشعب بدوام التقدم والرخاء والازدهار. كما بعث الرئيس السيسي برقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث هنأهم بالعيد متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق. يترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور كبار رجال الدولة والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة. Hey.
وللمزيد حول قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد معنا مباشرة من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود نرحب بك، وضعنا في المزيد من التفاصيل حول أجواء القداس والاحتفالية. نعم يوسف، أهلا وسهلا بك وبكل السادة المشاهدين، كل عام وكل المصريين بخير، عيد قيامة مجيد. نحتفل ونتابع الاحتفالات وإقامة قداس عيد القيامة المجيد من داخل الكاتدرائية المرقصية بالعباسية التي أنهت كل الاستعدادات لبدء قداس عيد القيامة المجيد. منذ قليل يعني توافد الحضور أو الضيوف على الكنيسة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية لحضور القداس، عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والمسؤولين اللي بالطبع يقدموا التهنئة وحضور قداس عيد القيامة المجيد. ثم منذ قليل وقبل الهواء مباشرة يعني توجه قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية من المقر البابوي إلى داخل الكنيسة بالكاتدرائية لبدء قداس عيد القيامة المجيد. دقت الأجراس وانطلقت أصوات الترانيم لتبدا بالطبع الصلوات و يعني ان ترفع التضرعات باحتفالا بهذا العيد. بالطبع هو العيد الاكبر والاعظم في الاعياد المسيحيه، هو عيد القيامه المجيد. هذه الاحتفالات التي قد انطلقت من قبل بدايه من اسبوع الالام الذي يعني سينتهي فجر الاحد مع بدايه طبعا عيد القيامه المجيد غدا، وايضا مرورا بحد الزعف والخميس والجمعة العظيمة وخميس العهد ثم سبت النور. هناك يعني عدد كبير من الحضور توافدوا على الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، عبروا عن أسمى معاني التهاني والمحبة والبهجة الموجودة، خاصة أن هذا العام تحديدا يعني هناك عدد كبير من الحضور. عاد الحضور مرة أخرى إلى الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لحضور كل هذه الاحتفالات، أجواء من البهجة والمحبة والتمني بالطبع بالخير لمصر الحبيبة. أيضا يعني الضيوف الذين توافدوا على الكاتدرائية المرقصية بالعباسية عبروا عن الصورة العظيمة التي يعني نتواجد بها الآن بحضور كل القيادات وكل الجماهير الإسلامية والمسيحية، وأيضا أن هذا العيد يتزامن مع الاستعداد إلى الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فهي صورة عظيمة تدل على أن مصر أرض السلام ومهد الحضارات ومجمع الأديان. يعني أيضا انطلقت الصلوات الآن، وسيكون خلال أيضا هذا القداس هي تمثيلية القيامة التي ستنتهي يعني تمثيل قيام السيد المسيح، وبالطبع كل الاحتفالات التي ستكون على مدار اليوم حتى انتهاء قداس عيد القيامة المجيد. ثم غدا سيستقبل البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية المهنئين لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد، فبالتالي أجواء من المحبة والبهجة تتواجد هنا على أرض الكاتدرائية المرقصية بالعباسية. كل عام وكل المصريين بخير، ودائما مصر في أمن وأمان وسلام ومحبة بين جميع الأديان. الكلمة تعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، شكرا جزيلا لك. هذا وترأس القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجلية احتفالات عيد القيامة المجيد في الكنيسة الإنجلية بمصر الجديدة. جاء الاحتفال بحضور قيادات الطائفة وعدد من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين. احتفالات بسبت النور وعيد القيامة المجيد، صلوات وترانيم ترسم ابتسامة على الوجوه وتجدد الروح، ملأت أرجاء الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وسط حضور كبير من المحتفلين والقادة الإنجيليين. أنا عايز أهني شعب مصر كله، لأن الأعياد تتلاقى، عيد القيامة المجيد مع عيد الفطر المبارك، ونحن في هذا الشهر الفضيل. مصر لها طابع خاص، مصر تقدر الإنسانية ومعنى الجيرة والأخوة التي عشنا فيها منذ الجدود. دي حاجة كويسة أن مصر كلها تحتفل، مصر كلها بتصوم، مصر كلها بتعيد. رسالة لمصر كلها، نتمنى الخير والسلام لكل مصر ولكل الناس كلها. عيد القيامة من الأعياد المهمة جدا
والفريدة من نوعها في مسيرة المجتمع المصري منذ سنوات طويلة. نحرص في هذا اليوم على الحضور، هو يوم عيد لنا جميعا، نحضر فيه نقدم واجب التهنئة لأخوتنا المسيحيين وللكنيسة الإنجيلية على هذا الحدث الفريد. يتضمن الاحتفال بالعيد صلوات ورسالات حب للسيد المسيح وكلمات عظة للحضور، وفور انتهاء الاحتفال يتوجه الأهالي لبيوتهم ليحتفلوا بانتهاء الصوم الكبير ليأكلوا كل ما هو حلو المذاق. العيد في القاموس هو ملاقاة الإنسان مع الله، العيد كمان هو ملاقاة الناس ببعضها، فإحنا كده في عيد، كل يوم بنتقابل مع بعض عيد، لكن تزامن الوقت في عيد القيامة وعيد الفطر مع بعض دي حاجة جميلة، ويعني كده ما تعرفش جت ازاي، لكن عاوز اقول لك ان الله في حكمته عاوز يقول ان احنا نفرح مع بعض ونصوم مع بعض ونعيد مع بعض. لا يمكن لأي دولة من الدول أو أي حضارة من الحضارات أن تتقدم إلا على أساس من قيم التسامح وقيم الإنسانية وقيم التعايش المشترك. الله موجود في كل مكان ولكل الناس متاح، ودي بتدي رسالة أمان وسلام لينا إنه إحنا كلنا كأبناء وطن واحد عايشين مع بعض بمحبة وسلام. ويعد عيد القيامة آخر أيام أسبوع الآلام الذي بدأ بأحد السعف واستقبال السيد المسيح في القدس، ويليه 6 أيام من أيام الصبخة وخميس العهد في العشاء الأخير وسبت النور. يتزامن عيد القيامة المجيد هذا العام مع عيد الفطر المبارك ليحتفل المصريون جميعا بأعيادهم وسط فرحة وبهجة، وليرسلوا رسالة سلام ومحبة للعالم أجمع. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض أنشطة الهيئة، حيث اطلع مدبولي على نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الهيئة مع مسؤولي الشركات العالمية البارزة لبحث سبل تنفيذ استثمارات جديدة وكذا التوسع في استثماراتها القائمة بمصر. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير البترول لمتابعة عدد من مشروعات الوزارة وملفات العمل بها، وخلال اللقاء تم التأكيد على وجود العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التي ينفذها قطاع البترول في صناعة البتروكيماويات بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية. كما شهد الاجتماع استعراض الملامح الأساسية لخطة رفع كفاءة العمليات وتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج مناطق سيناء والصحراء الشرقية والغربية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتجارة بالبشر، وخلال اللقاء تم استعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتجارة بالبشر خلال عام 2022. وأكدت السفيرة نائلة جبر أن اللجنة حرصت على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن إطلاق حملة إعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر ولتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى. تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية. هذا وأوضحت القوات المسلحة أنه في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان، يجرى التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المسلحة المصرية بالجميع للحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية. هذا وأعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وطلبت الخارجية كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق وإعلاء للمصالح العليا للوطن. في الأثناء أعلن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التي تشهدها، وطلبت السفارة المصرية في الخرطوم المواطنين المصريين المقيمين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوترات.
هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالأحداث التي تشهد السودان، حيث ناشد المجتمع الدولي الأطراف السودانية بضبط النفس ووقف إطلاق النار بشكل فوري ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة. رحبت مصر بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي، وأكدت دعمها الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. وأشار بيان أصدرته وزارة الخارجية إلى ما يمثله تبادل الأسرى من خطوة إيجابية وهامة تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام. أدان البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقود حل الدولتين، وشدد البيان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، اتفق وزراء الخارجية على أن الحل السياسي هو الوحيد لحل الأزمة، وشددوا على أهمية تأمين وصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا. إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الولايات المتحدة إلى وقف تشجيع الحرب في أوكرانيا والبدء في الحديث عن السلام. وطرح الرئيس البرازيلي فكرة تشكيل مجموعة من الدول يكون الهدف منها هو العمل من أجل السلام في أوكرانيا، وردا على سؤال حول هذه الفكرة بعد لقائه الرئيس الصيني في بكين، لم يعطي لولا دا سيلفا مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول بأن الصبر ضروري للتحدث مع الرئيسين الروسي والأوكراني. أعلن الجيش الروسي أنه حقق مكاسب ميدانية على المشارف الشمالية والجنوبية لبخموت شرق أوكرانيا التي تشكل مركزا للقتال منذ أشهر، وتقدمت فيها القوات الروسية ببطء حتى سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تتراجع وتدمر عمدا البنى التحتية والمباني السكنية في المدينة من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية، في حين نفت كييف تلك الأنباء مؤكدة مواصلة إمداد الجنود الأوكرانيين في بخموت وإلحاق خسائر بالروس.
يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة للفرنسيين الاثنين المقبل بخصوص إقراره قانون إصلاح نظام التقاعد، وكان الرئيس ماكرون قد وقع في وقت سابق من اليوم على مشروع قانون رفع سن التقاعد لمدة عامين ليصبح قانونا. جاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي. قالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إنها ناقشت إجراء تدريبات دفاعية صاروخية لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. جاء ذلك خلال محادثات دفاعية استضافتها واشنطن لتبادل التقييمات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية. وحثت الدول الثلاث كوريا الشمالية على وقف جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، محذرين في الوقت نفسه بيونغ يانغ من مغبة إجراء أي تجارب نووية. نقل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى مكان آمن دون أن يصاب بأذى بعد أن ألقى شخص قنبلة خلال كلمة كان يلقيها كيشيدا غربي البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن دوي انفجار سمع أثناء الكلمة، لكن كيشيدا اتخذ ساترا ولم يصب بسوء، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال الشخص بموقع الحادث. وأعاد الحادث للأذهان اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوليو الماضي بطلق ناري من أحد الأشخاص. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية. وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت تلك الأنباء، مشددة على أنه لا توجد أي مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبو غزال العالمية لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية في مصر والترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية. نصت مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات، حيث ستمد الهيئة الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات بالإضافة إلى قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد الوطني لتحقيق شراكة كاملة بين الجهتين للترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. شهدت قرية الدير أكبر قرى محافظة الأقصر أضخم حفل إفطار جماعي لأهالي القرية ضمن مبادرة حياة كريمة. يأتي هذا الحفل على هامش متابعة المشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسة هيرمس للتنمية الاجتماعية، حيث قام وفد من المؤسسة بتفقد عدد من المشروعات بالقرية. هذا ويجرى حاليا العمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير منازل قرية الدير التي تشمل 66 وحدة سكنية، ليصل إجمالي المنازل التي تم تطويرها في مشروع التنمية المتكامل إلى 160 وحدة سكنية. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الأربعين مركز فرسكا محافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، ومشاركة هيئة تعليم الكبار بإجراء امتحان محو الأمية لعدد من الدارسين خلال القافلة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. أنا جاي أرن هو بقى. حطوا
اعتاد أهالي قرية كركر بأسوان تنظيم مائدة إفطار جماعي يجتمع حولها أهالي القرية من شيوخ وشباب وأطفال في ترسيخ لمعاني الترابط فيما بينهم، وتسهم بيوت القرية المختلفة في إعداد الولائم للإفطار الجماعي الذي يتميز بالأكلات والمشروبات النوبية. نتابع. بمشهد مميز في شهر رمضان المبارك، تستقبل قرية كركر بأسوان العشرات من الأشخاص على مائدة الإفطار الرمضانية، حيث شاركوا مواطنوها في إعداد الإفطار. يبدأ التجهيز لمكان الإفطار من بعد صلاة العصر، عندما يتم فرش الحصير في الساحة المعدة له، حيث يتجمع الكبار والشباب والأطفال من بعد أداء الصلاة، ويقوم كل بيت بإعداد أوعية كبيرة بكل ما لذ وطاب، وكل على حسب مقدرته، وأغلب المأكولات نوبية، وأشهرها الكابد، الخمريت، الجاكود، العصيدة، بالإضافة لأشهر المشروبات الأبريه، العراديب، الكركديه. يحمل أوعية الطعام رب البيت أو أحد أبنائه إلى مكان التجمع، ويتم وضعها بشكل منظم ومنسق فوق الحصير الذي تم فرشه، ومع انطلاق أذان المغرب يتناول الجميع المشروبات، وبعدها يتوجهون إلى أداء صلاة المغرب بالمسجد، ثم يعودون بعد ذلك للمائدة لتناول الإفطار الكامل، وبعد ذلك يحتسون الشاي والقهوة إلى أن يؤذن بصلاة العشاء. احنا كل خميس بنيجوا في كل قرية بنجتمع ونفطر مع بعضينا، كل واحد بيجيب الصينية بتاعته بقى اللي فيها الأبريق المشهور بتاعنا، الأبريق والكركديه والحاجات دي، وبعد كده ايه بنتعشوا هنا برضو مع بعضينا، وكل اسبوع في اسبوع تاني بننتقل الى القرية الاخرى بقى، القرية الثانية مثلا. هذا كل شهر ده محبة، بيعمل ألفة والترابط، وحتى بيجونا ناس من إخواننا قرايبنا اللي طبعا اللي في أسوان اللي في التهجير بيجوا هنا برضو بيحضروا معانا في هذه الاحتفال العظيم. كل واحد بيجيب من الأكلات الشعبية الموجودة، من الفتة، من الخماريت والفتي والحاجات، ده حاجات شعبية الناس هنا بتحبها، إن شاء الله بتجمع، وكلنا كله بنفطر مع بعض، وإخواننا بيجوا برضو من قرى الشلال وقرى النوبة، كلنا بنفطر مع بعض. لفتة إنسانية لأهالي قرية كركر بأسوان تضرب أجمل مثال على حب الإنسانية والأخوة والتضامن بتوفير وجبات الإفطار للصائمين في شهر رمضان المبارك. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
انتهت أخبارنا، وإلى تذكرة بالعناوين. توجيهات رئاسية للاهتمام بالتنسيق الحضري والاشتراطات البيئية خلال تنفيذ مشروعات الهيئة الهندسية والعمل على تأسيس واقع مصري جديد. الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بالخارج بعيد القيامة المجيد. مصر تطالب الأطراف السودانية بضبط النفس، والقوات المسلحة تنسق مع الخرطوم لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة على أراضيها. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام جولة التاسعة من التلفزيون المصري، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع الزميل يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور. ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام. عاش من شافك يا يوسف. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله تمام. النهارده صلاة التراويح والقداس الالهي بمناسبة عيد القيامة، الاثنين مع بعض وبالتوازي، حاجة شيء عظيم بصراحة. مصر مجمع الاديان. طبعا. يعني انا قلت انه دي تبقى فرصه فعلا لينا احنا الثلاثه وكلنا، يعني ان احنا بنهني نفسنا كلنا كشعب يعني بهذا المشهد الرائع والعظيم اللي موجود، وطبعا بنهني اهالينا المسيحيين في كل حته في العالم، تحديدا الاقباط الاورثوذكس بعيد القيامه. فكل سنه وهم طيبين. كل سنه وكلنا طيبين يا رب. كل سنه واحنا طيبين وفي دوام حال من الجيد الى الاجود باذن الله. على كل مش هطول عليكم، النهارده في حاجات كتير حاول الله يكرمك. ما رضيتش اسالك على اهم المحاور، بس هنخليك تقول لنا تفاصيل بعد شويه. ما اقولكوش، عندنا ساعه ممتلئه متخمه مزدحمه. استمتعوا يا جماعه. شكرا يا فاطمه. شكرا يا يوسف. واستاذنكم نبدا فقراتنا.